صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذا، اللهم نسألك في جمعنا هذا بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلفك، أو استأثرت به في علم غيرك عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائلنا إلى جنات النعيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، واتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتنا وأدم ودنا واهدنا سبلنا واملأنا بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورنا لبين الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا وعقولنا، ما أحييتنا وأبقيتنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أمامنا ومن ورائنا ومن كل جانب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.